بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الأخلاق الفاضلة لها دور كبير في إرساء التعايش في صفوف المجتمع، والأخلاق هي قيمة إنسانية وفطرية يدركها كل إنسان. والإمام علي عليه الصلاة والسلام يقول: بالنسبة إلى الناس فإنهم، يعني الناس، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. نحن يمكن أن نأخذ الآيات القرآنية وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام عليهم الصلاة والسلام نموذجا وقاعدة للانطلاق العملي في المجتمع. والقرآن الكريم والرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام جميعا يؤكدون على لزوم الأخلاق ودور الأخلاق الفاضلة في إرساء قواعد التعايش في صفوف المجتمع، لأنه في كثير من الأحيان ترك القواعد الأخلاقية سواء كانت أخلاق فردية أو أخلاق اجتماعية تسبب المشاكل في المجتمع، وهذه المشاكل تؤدي إلى حالة عدم التعايش في صفوف المجتمع. فالإسلام يأمرنا بمراعاة الأخلاق حتى مع غير المسلمين، ومراعاة الأخلاق الفاضلة حتى مع غير المسلمين هذا يكون سببا لتعايش المجتمع، ومن ثم تأثير القيم الإسلامية على غير المسلمين. إذا هناك قيمة سامية ولكن الذي يحمل هذه القيمة السامية لا يتمكن من عرضها بشكل صحيح في أسلوبه، فإن هذه القيمة لا ينظر إليها كثيرا من الأحيان الناس، وإنما ينظرون إلى حامل هذه القيمة، فأسلوبه السيء وتصرفه السيء قد يكون حاجزا ومانعا من نظر الناس إلى القيمة التي يحملها. نحن إذا وجدنا إنسانا، هذا الإنسان ذو أخلاق عالية وذو أخلاق رفيعة، فإننا نحس بأن قلوبنا تميل إليه، فنفتح قلوبنا إليه ونستمع إلى كلامه. ولكن إذا كانت أخلاقه سيئة فإننا نحس بأن قلوبنا تنفر منه، وإذا نفرت القلوب منه أغلقت تلك القلوب عادة عن السماع وعن التأمل في الكلام الذي يفوه به والذي يصدر منه. فبناء على ذلك المجتمع المسلم ينبغي عليه أن يراعي الأخلاق الفاضلة، وحتى إذا كان هناك طائفة من المجتمع ترى أنها على حق وأن الآخرين على خطأ، فإن أسلوب التشدد وأسلوب عدم مراعاة المجتمع والتكلم العنيف مع المجتمع، ولا سمح الله إذا وصل إلى حد تسقيط المجتمع أو سب المجتمع، سيسبب أن هذه الفئة تفقد تأثيرها في المجتمع، ويحدث هناك حاجز نفسي بين هذه الفئة وبين المجتمع. إذا نحن كنا نتصور أننا على حق
وأن الأشخاص الآخرين ليسوا على حق، فإنه إذا أردنا أن نوصل هذا الحق إليهم ليس طريقته التشنج والتشدد والشتم والسب وأمثال ذلك، وإنما طريقته أن نتحلى بالأخلاق الفاضلة. عبر تلك الأخلاق الفاضلة نتمكن من النفوذ في قلوب الناس. فإذا جميع طوائف المجتمع الإسلامي راعت هذه المسألة لحدث هناك حالة من الوئام والانسجام في المجتمع، مما يؤدي إلى التعايش الإيجابي في صفوف المجتمع. نحن إذا نراجع إلى تاريخ الإسلام نرى أن من الأسباب المهمة في نشر الإسلام في صفوف الناس وفي صفوف المشركين هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن رسول الله كان يحمل أخلاقا عالية وتمكن من أن يغرس هذه الأخلاق في كثير من أصحابه، وهذه الأخلاق سرت في جموع المسلمين، فحينما كانوا يذهبون إلى منطقة للتبليغ أو للفتح كانت تستقبلهم الشعوب استقبالا كبيرا، وكانت تساعد في انتصار المسلمين. لماذا؟ لأن هؤلاء المسلمين بتعلمهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وبعملهم بالآيات القرآنية الدالة على حسن الأخلاق كانوا ينفذون إلى قلوب الشعوب المختلفة، فحينما كانوا يرون أن هؤلاء يمتلكون هذه الأخلاق العالية كانوا يفتحون صدورهم وقلوبهم لهم، وهذا الأمر أدى إلى دخولهم في الإسلام. هناك بعض الدول الكبرى الإسلامية في الحال الحاضر، مثلا أندونيسيا، إذا راجعنا تاريخها نجد أن الفتح الإسلامي لم يصل إلى هذه الدولة، ولم تكن هناك جيوش إسلامية تمكنت من أن تسيطر على هذه الدولة. فكيف هذه الجزر المتناثرة التي قد يقول الجغرافيون إنها تبلغ أكثر من 10,000 جزيرة، كيف تحول هؤلاء إلى مسلمين؟ والآن جموع المسلمين في تلك الجزر ما يقارب 200 مليون مسلم، 200 مليون مسلم في تلك المناطق. السبب في ذلك كما يقول بعض المؤرخين أن بعض المسلمين كانوا يذهبون إلى تلك الجزر للتجارة أو للاستيطان أو لأي شيء آخر، ولكن هؤلاء كانوا يتعاملون مع الناس ليس تعاملا استعلائيا، يقولون نحن مسلمون وهؤلاء وثنيون، وإنما كانوا يتعاملون معهم تعاملا إنسانيا، تعاملا أخلاقيا إسلاميا، مما سبب تحبيب الإسلام في قلوب هؤلاء الوثنيين فتحولوا إلى مسلمين. وبناء على ذلك نحن نذكر هذا النموذج لنصل إلى أن المسلم إذا كانت أخلاقه أخلاق رفيعة، إذا كان تعامله تعاملا إسلاميا، فإنه يتمكن في النفوذ في قلوب الناس ويتمكن من التأثير عليهم. فكيف بما إذا كان المسلمون في مدينة واحدة أو في دولة واحدة أو في قطر واحد، إذا تعامل بعضهم مع البعض الآخر بالأخلاق الإسلامية المتفق عليها أيضا تلك الأخلاق، لأن القرآن ذكرها ولأن رسول الله ذكرها وطبقها ولأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ذكروها وطبقوها، تمكنا من الوصول إلى حالة الوئام والتعايش في صفوف المسلمين. الله عز وجل يخاطب رسوله صلى الله عليه وآله يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الله عز وجل يقول من رحمة الله عليك بأنك واجهت الغلظة والخشونة التي كان يمتلكها بعض الناس في ذلك الوقت، واجهته بلين في الكلام، في لين في الجانب، وتمكنت بهذه الطريقة أن ترقق قلوبهم وأن تؤثر عليهم تأثيرا مباشرا. وبعد ذلك الله عز وجل يكمل يقول فاعف عنهم، يعني إذا واجهوك بأخلاق جافة بغلظة بشدة، كان يأتي أحدهم عند رسول الله ويتمدد ويرفع رجليه ويقول يا محمد يا محمد حدثنا بهذه الكيفية، أو كان أحدهم يأتي ويقول لرسول الله صلى الله عليه وآله يا محمد اعدل،
كأنه يعرض لرسول الله بأنه لم يعدل في تقسيم الغنائم والعياذ بالله. أو مثلا أحدهم يأتي ويجذب رسول الله صلى الله عليه وآله من ثوبه، أو البعض الآخر يأتي مثلا ويضغط يديه على رقبة رسول الله صلى الله عليه وآله. الله عز وجل يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم. وهذا اللين في الكلام واللين في الجانب كان يسبب أن هؤلاء يلتفتون إلى خطائهم، وبعد ذلك يتأثرون بهذه الأخلاق ويدخلون في دين الله أفواجا. بعد ذلك الله عز وجل يقول: فاعف عنهم، أخطأ هذا الشخص، اعف عنهم. وبعد ذلك يقول: واستغفر لهم، لأن استغفار الرسول صلى الله عليه وآله لهم يسبب السكن لهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. عندما يرى أن رسول الله واجهه وهو الشخص الذي يمتلك الأخلاق العالية، واجه هذا الشخص بعفو عن تصرفه السيء، ثم أن يطلب من الله عز وجل أن يغفر له، هذا يسبب السكون في نفس هذا الإنسان. وبعد ذلك الله عز وجل يقول: وشاورهم في الأمر. كما هو واضح فإن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يحتاج إلى مشورتهم، لأن الرسول مسدد من قبل الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل نطق الرسول صلى الله عليه وآله إنما هو وحي من قبل الله عز وجل، والوحي من قبل الله عز وجل لا يحتمل أي خطأ فيه، وإنما الكلام الصحيح 100%، ورسول الله معصوم كما هو واضح. ولكن مع ذلك الله عز وجل يقول له: وشاورهم في الأمر. لماذا؟ لا لاحتياج الرسول إلى مشورتهم، وإنما لتحبيب قلوبهم. حينما يجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله واجه أخلاقه السيئة بأخلاق حسنة، وعفى عنه وطلب من الله المغفرة له، ثم بعد ذلك يأتي ويستشيره في الأمور، وهو الذي غني عن الاستشارة، وهو الحاكم الذي يتمكن من أن لا يستشير وينفذ ما يريد، ولكن مع ذلك يستشيرهم، فهذا يسبب أنه يلتفتون إلى أخطائهم ويتقبلون كلام رسول الله صلى الله عليه وآله بنحو أحسن. فالمسلمون أو الطوائف المختلفة من المسلمين حتى إذا كانت تتصور أنها على حق والآخرين على باطل، ولكن ليس الطريق الصحيح لأن تثبت هذا الحق أن يكون لها أخلاق جافة وأسلوب تسقيط للمجتمع والتشهير بالمجتمع وسب المجتمع والتشهير بالمجتمع ووصم المجتمع بوصمات مختلفة. ليس هذا الطريق، بل هذا الطريق حتى إذا المحق استعمله سوف لا يصل إلى النتيجة. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المرحلة الأولى الحكمة، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، انظر أن هذا المكان وهذا الزمان وهذا الموقف هل هو مناسب أو غير مناسب، إذا وجدته مناسبا ضع الكلام أو التصرف فيه فيكون الحكمة. ثانيا الموعظة الحسنة، حينما تبدأ بالكلام لا تخاشن، لا تستعمل الشدة، وإنما يكون هناك موعظة حسنة لا موعظة غير حسنة، الكلام الصحيح بلباس صحيح وبلباس جميل. بعد ذلك قد يؤدي إلى النقاش هذا الأمر، عندما في حكمة تتكلم وبموعظة حسنة تنطق قد يؤدي إلى نقاش، وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى المشركين وحتى الكفار الله عز وجل يأمر بأن نجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. طبعا المقصود من الذين ظلموا منهم يعني الذين أغلقوا باب فكرهم وباب عقلهم على النقاش وتعدوا. طبعا الإنسان إذا تعدى يعني لم يفته الكلام والنقاش وتعدى علينا، ففي هذه الصورة ينبغي علينا أن ندافع عن أنفسنا، ولكن هذا استثناء. الأصل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. حتى أهل الكتاب، فكيف بالمسلمين؟ فكيف من أهل الملة الإسلامية حتى إذا كانوا في مذاهب مختلفة؟ إلا الذين ظلموا منهم، يعني الذين رفعوا السلاح بوجهكم
ففي هذه الصورة ينبغي على الإنسان أن يدافع عنه، وهذا استثناء ويثبت القاعدة وهي لزوم المعاملة بالتي هي أحسن. فبناء على ذلك، إذا المجتمع الإسلامي تعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله الأخلاق الحسنة، وحتى في الحوار يجب أن يراعى الأسس السليمة في الحوار، ومنها الأسس الأخلاقية. الحوار، نحن ندعو إلى الحوار، ولكن ينبغي أن لا يتحول الحوار إلى مراء، أو بتعبير اليوم إلى سجال، لأن المراء هذا أمر يضر أكثر مما ينفع، ويزيد الهوة أكثر مما يردمها. الحوار ينبغي أن يكون ضمن التي هي أحسن، التي يقول الله عز وجل، لا يكون لأجل المراء. ولذا في الأحاديث الشريفة لنا أنه عليك أن تراعي في الحوار أن لا يكون مراء. من صفات المؤمن أنه يترك المراء ولو كان محقا. لماذا؟ لأن المراء ليس المقصود منه الوصول إلى الحق، وإنما المقصود منه أن كل إنسان يثبت أنه هو الصحيح ولو كان على حساب الحق، وهذا يؤدي إلى زيادة التشنج. فنحن قد نحاور لأجل الوصول إلى الحق، أو نحاور لأجل تقارب وجهات النظر، أو لأجل التعرف على الآخر. ينبغي أن يكون حوارنا على أحد هذه الأسس الثلاثة، إما لأجل الوصول إلى الحق، أو لأجل التقارب في وجهات النظر، أو لا أقل التعرف على الآخر. هذا إذا كان الهدف، نتمكن يعني بهذه الأخلاق الإسلامية نتمكن من الوصول إلى الهدف المنشود. ولكن إذا نحن استعملنا المراء، هذا المراء سيؤدي بنا إلى السجال، وسيؤدي إلى زيادة الهوة كما نشاهده في بعض السجالات التي تنشر في الإنترنت أو على الفضائيات، الذي تزيد الهوة بدل أن تردم هذه الهوة. الله عز وجل يقول عليكم بالأخلاق الفاضلة، والمسلمون يجب أن يتميزوا بالأخلاق الفاضلة. هذه الأخلاق الفاضلة تؤدي إلى أن ينصع الحق، يعني بمعنى أن الحق يبين للناس بصورة ناصعة، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. ليس المقصود أنه لا تدعو باللسان، وإنما المقصود أنه عليك أن يكون عملك عملا، بحيث أنه الناس عندما يرون هذا العمل يفتحوا قلوبهم للاستماع إلى الكلام، والكلام الحق طبعا يؤثر في القلوب السليمة. فعلى كل حال، ينبغي علينا أن نتحلى بالأخلاق الإسلامية الصحيحة، وهي كفيلة بأن تزيل كثير من العقبات. الله عز وجل في القرآن يقول كما تلونا في بداية الكلام: ولقد كرمنا بني آدم. الله عز وجل كرم جميع الناس، لم يقل ولقد كرمنا المؤمنين، وإنما يقول ولقد كرمنا بني آدم. فكل إنسان مكرم، فيجب علينا أن نحافظ على كرامة كل إنسان، حتى إذا كان هذا الإنسان كافراً. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد أن ضربه ابن ملجم لعنة الله تعالى عليه، كان يوصي بالتعامل الإسلامي والإنساني حتى مع قاتله. كان دائما يقول عليكم بأسيركم، أحد لا يؤذي هذا الأسير، هو أجرم جريمته، هناك حكم شرعي في القصاص، إذا تريدون العفو عنه فهو أولى، ولكن إذا تريدون أن تقتصوا منه ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تمثلوا ولو بالكلب العقور، أو إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. يعني تجد أن هذا الشخص الذي أجرم هذه الجريمة الكبرى، فهذا الإنسان الإمام يوصي بأن يتعاملوا معه تعاملا إنسانيا وتعاملا إسلاميا. فكيف نحن مسلمون نعيش في رقعة واحدة وهناك تحدي كبير من قبل الأعداء؟ وكما يلاحظ أن كثير من الأحيان نفس الأعداء يركزون حالة التشرذم والتفرقة بين المسلمين من باب سياسة فرق تسد،
حينما يكون هناك التفرقة موجودة نتغاضى عن نقاط الاشتراك، نركز على نقاط الخلاف، وبأسلوب غير أخلاقي وغير إسلامي يشهر أحدنا بالآخر، فإنه من الطبيعي أن الأعداء يستفيدون من هذه الحالة. ولكن إذا جميع المسلمين والطوائف الإسلامية والقائمين بالعمل الإسلامي راعوا الأخلاق الفاضلة، فإنه حينئذ نتمكن من الوصول إلى حالة من الوئام، وإلى حالة من التعايش، وإلى بناء مجتمع إسلامي يتمكن هذا المجتمع من أن يقود العالم بالنحو الأحسن. نسأل الله عز وجل أن يحلينا وإياكم بالأخلاق الفاضلة، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها